قد من وصفت لك شدة الألم والأكثر. يعني ما كنت نايم بالليل على الصبح، أنا فزيت هيك بالليل إنه ألم فظيع فظيع. كنت نايم نمت ما فيني شيء طبيعي، نايم يعني نايم، فزيت ساعة 12 وحدة بالليل، ألم ألم فظيع، راسي كأنك جبت مثلا قنبلة حطيتها بتمي وفجرتها. ارتفاع بيتي 7 متر عن الأرض، طلعت هيك إنه بزت هالي من هذا الجنب ولا من هذا الجنب، إنه هون بموت أسرع ولا من هون بموت أسرع. كان وضع يرسى له من الألم، محاولتين انتحار من شدة الألم. عمره 23 سنة، يعاني من ألم مثلث دوائي، وهو معند العلاج الدوائي، يعالج منذ سنوات بدون أي تحسن. آلام شديدة تعيق المريض عن الطعام وعن الأكل وعن الكلام، هجمات يعرف بأنها آلام أشد أنواع الآلام من الناحية العصبية. هذه الحالات تعالج حديثاً بما يسمى بعملية إزالة الشريان الضاغط عن العصب مثلث التوائم، وهي جراحة مجهرية دقيقة تعتمد على إجراء فتحة صغيرة في العظم خلف الأذن ودخول مجهرياً لكشف العصب مثلث التوائم. ولاحظنا وجود عدة شرايين، شريانين من الناحية الأنسية وشريان من الناحية الوحشية ضاغطة على العصب مثلث التوائم، وهذا النبضان بتماس الشريان مع العصب يسبب آلام شديدة ما يسمى العرة المؤلمة، وهو أشد أنواع الآلام كما ذكرت سابقاً. تم تبعيد الشرايين وتم تسليخها عن العصب، وتم وضع قطع من المواد التفلون العازلي في طرفي العصب وتم تحرير العصب. الحمد لله رب العالمين، لما طلعت من العناية المشددة مباشر لاحظت الفرق، مباشر لاحظت الفرق. هلأ هذا اليوم الرابع للعملية، الأمور تمام بفضل الله سبحانه وتعالى، وبتشكر كل من قام بهذا العمل من البداية للنهاية.